السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم عندنا وصفة عشاء خفيفة كنحتاجو لها زيت بلدية، القليل من الإبزار، القليل من الملح. كنحتاجو حبة ديال البطاطا على حسب عدد الأفراد. كنكونو نقيناها مزيان، حيدناها جميع الاشياء اللي كتكون لاصقه فيها وكل شيء. كناخدوها كندهنوها بالزيت بلديه، كنلبسوها كامله بالزيت كيف ما كتلاحظوا مزيان. نحطوها في اللاطه اللي كتدخل الفرن، ونفس الشيء نقوم به الحبات المتبقية. وكنستمروا هكذا كندهنوها مزيان. وهنا كناخدو حبة ديال البطاطا ديالنا وكنرشوهم شوية ديال الإبزار، هكذا ناخذ الملح نفس الشيء نقوم به. وندخلوها الفرن على درجه حراره 160 درجه، يكون مشعول من الفوق ومن التحت. هاي البطاطا ديالنا بعد ما خرجناها من الفرن كناخدوها هي سخونه، كنحيدو القشره من الفوقانيه، يعني الجزء القليل من الفوق كيف ما وضحنا في الفيديو. هذه الطريقه هكذا. كناخدو معلقه تبصيل، وغادي نخويوها من الداخل هكذا. نستمروا بهذه الكيفية لجميع الحبات البطاطا ديالنا. هما من بعد ما صوبناهم كاملين كناخدو البطاطا كنتركو على جنب، وكناخدو واحد البول كنديرو فيه 4 ديال البيضات،
كنضيفوا البطاطس من بعد ما نعسناها بالفرشيطة، نص حبة بصل مقطع صغير، قليل من الكفتة، قليل من الملح، كزبر، وكنخلطو جميع العناصر مع بعضياتها مزيان. على الشكل هذا نضيفو موتزاريلا او اي جبن متوفر عندك، وكنخلطو مزيان على الشكل هذا. كناخدو البطاطا ديالنا وكنبداو نعمرو فيها، كما كتلاحظوا حتى كنساليو كمية اللي عندنا. كناخدو الجبن موتزاريلا كنضيفو لها من الفوق على جميع الحبات اللي عندنا، وكندخلو الفرن على حرارة 160 درجة غير من الفوق، منشعلولهاش من التحت حتى كتحمر لينا ويدوب لنا داك الفرماج، ونشوفو الشكل ديالها النهائي. هذا هو الشكل ديال البطاطا ديالنا من بعد ما كنخرجوها من الفرن، بالفعل كتجي غزاله في المنظر وحتى في المذاق. ما تنساوش تجربوا الوصفه ديالي وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبالصحه والراحه.